دسترة اللغة الأمازيغية وترقية المجلس الأعلى للغة العربية إلى هيئة دستورية، إضافة إلى حق المواطن في الثقافة وحماية التراث المادي واللامادي وحقوق الملكية الفكرية، هي حصة الثقافة في حزمة تعديلات الدستور التي وقعها رئيس الجمهورية الاثنين الفارط، وكشف عنها مدير ديوانه أحمد أويحيى اليوم في ندوة صحفية. يرفع من مقام اللغة الأمازيغية للغة وطنية رسمية، هذا نعتبره كفرصة لتعزيز الوحدة الوطنية، لأن الأمازيغية هي قيمة مضافة للوحدة الوطنية وأيضا للممارسة الديمقراطية في الجزائر. إذا هذا الترسيم يضفي على الأمازيغية طابع قانوني جديد. عصاد قال إن من شأن ترسيم اللغة الأمازيغية إعطاء صبغة الإلزامية على التدريس وتعزيز المكتسبات، وإن وصفها المتتبعون بالشحيحة. بالإيجابية على الاعتراف الرسمي في الدستور هو أن هذا هو المعنى تاعو، تسخير أن الدولة تسخر المزيد من إمكانيات لتدارك، لأن هذا هو الإشكال، تدارك هذا التأخر اللي نشوفوه في مسار ترقية وتطوير الأمازيغية في جانب تدريسها مثلا، وكذلك الإنتاج الفكري الأدبي ترجمة، هذا يمكننا يعني هذا دسترة اللغة الأمازيغية يزيد يحفز ويطور ويعزز مكانة اللغة الأمازيغية. ومهما يقال على هامش الثقافة في تعديل الدستور، فإن ترسيم الأمازيغية وترقية المجلس الأعلى للغة العربية إلى هيئة دستورية، المجلس الذي يثير في كل مرة لغطا فيما يخص دوره ومساهمته في الحفاظ على لغة الضاد، مكاسب يجب تفعيلها.